وصلنا اخيرا. شوفوا كاين تما مندرين ولا شنو هذاك خضر بلاتي خضر انا كاين البحر تقدروا تشوفوا البحر شفتوا من هنايا كل واحد كاين بلاصه وفيها تقدروا تعوموا لداخل في الغرفه كذا البحر دايرين فين نطيشو نبدا نطيشي شويه هذه غازيدونس كيسافروا للسفر ماشي للسكن الدائم ولكن غير للسفر فاش دايرين هنايا واش هذا الليمون ولا مندارين ماشي الليمون مندارين مندارين داك الخضر باش نوريه لكم شفتوا المندارين الخضر نابيسين هنا لبغيتي تعومي ها ولكن البيسين البنات بارد ما نعاودش ليكم بارد ولكن في هذا في الغرفه كما كتشوفوا كل واحد عنده ايطاج ديالو في الغرفه كاين هذا سخون هنا بارد ما نقدرش تعوم ولكن زوينه الفيو البنات شوفوا معايا هنا كتجلسي وكتطلع على برا زوينه وهاد الاشكال اللي دايرين هنايا شوفوا هنا واحد الضفدعة كيوت هما شوفوا معايا الضفدعة هي البلعاني تيش تيش يا ما تيش تبرد بزاف الجوله بالمنزل باكمله هذيك قلت لكم بحال غيزيدونس صيف شتاء الناس كيبغيو كيجيو ليها باش كيحيدوا من الاجواء ديال المدينه الاجواء ديال الطوموبيلات وداك الشيء الناس ما كاينينش بزاف واخا كتبان لكم غيزيدونس كبيره بزاف فالناس ما كاينينش بزاف الدنيا خاويه المهم انا دابا ان شاء الله غادي نبدا لكم بالجوله ما نساوش ليا اللايك ولا اول مره تشوفوا القناه ما نساوش انكم تشتركوا فيها بغيكم بزاف خليكم مع الفيديو انا هذه هي الغرفه هذه للامان ندير لنا الصنابيرات بعدا كوزينه شعل الاضواء بعدا ياسي كما هو شعل الاضواء بي 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 سختي زينة دايرين واحد الكريسيات هنا اللي معانا داكشي الماكلة حيت هنا مكيناش ماكلة البنات كيما كيبان ليكم الخلاء الأضواء هنا كاينة لاتواليت حاشاكم وكاين الدوش حاطين شامبون ابخي شامبون وداكشي كامل هادي انا كنسلم عليكم والحاجه الزوينه 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 حاشاكم ما بغيتش نوريها ولكن هادي زوينه بزاف هي هاد لاماشين هادي فالبنات هادي كتكون سخونه كتجلسي عليها كتكون سخونه كتوضيك حاشاكم وين فيها الجميع داكشي اللي ما يطيحش لكم على البال فيها هنايا هذا هو الشكل ديالو المهم كيقول لكم ما تحطيش عليها شي حاجه ثقيله اولا هذا داكشي العادي وصافي هذا هو الشكل ديالها الدوش كما كتشوفوا دايرين واحده كبيره واحده صغيره هنا و سنيديره ديال الدوش ميكرووند طلع من هنايا الجو رائع جدا هنا بغينا نطيبو شي حاجه باش نغسلو معناتنا دايرين باش دير الماء سخون طيبي الروز دايرين كليليزا هنايا دايرين الفيطات بابي جينيك حساكم دايرين باش نشفو شعرنا
ودايرين واحد هنا منين دخلنا دايرين واحد الصاله كما كتشوفوا الدريجات كاينين الفوق صاله صغيره مرآت والصالة زوينة خدينا بنات الفيو الأحسن هنا هي هذه كتطلع على لابيسين وكتطلع على البحر في نفس الوقت شفتوا هنا وهنا عرفتي سخونة البلاصة هنايا ومن على برا البرد دين فوتي فوتي بين غير مريح دين فوتيات هنا بين باتلاب هنطلعكم الفوق حيدة الصندوق طلعكم معايا فوق في غزالة رائعة فوق بنات يوجد فراش بتنعس ديري الكليب حتى هي واحدة تصويرة وديري واحد الشريجم صغير هنا كيما كيبا هنا نزع الله فين وخاك البرد مود ديال البرد مود ديال البرد كامل لكن جاكوزي ديو فيه ميها سخونة خرج الماء من هنا ومن هنا ومن هنا ديروا فيه ان شاء الله ما يسخونه دي واحد طويب لا صغيرة كما كتشوفوا هنايا اللي بغيتي تشربوا قهوه اتاي حنا ما كنصاوبوش القهوه وهنا بنات نخرجوا لداخل لبرا زيد خرج برا دايرين هذه عرفتوا هاد اللعيبه فين كيتكسلو وكيديروا دودو كيديروا دودو وهذا هو الشكل عاوتاني على براش وكيداير غزال وزعما سيكوريزي الدراري الصغار لان لينا ما غاديش تقدر تفوت هذيك البلاصه وحتى على برا تمايا سيكوريزي فسدين كلشي خلينا واحد الشريجم هكداك صغير وصافي نتخشى هنا نشوف واش غنطيح ولا ما غاديش نطيح واحد كما كتبان لكم طابلو زوين ديال ديك الدار وسط الغابه ولي غيدو لي دايرين دوك الغلاضين غلاضين هنا جالسه كتلعب اش كديري كتلعبي هادي حلوه على شكل لعبه كدي كتبني وكتلعبي كتبني وتتلعبي وكتاكلي يلا بني بني نشوف دير واو ما وريتكم اشنو كاين في ليك بلاكا حلو شوفوا بنات دايرين كويسات شوف الكويسات صغيوتين صغيرين بزاف هاد الكيسان دايرين هادو ديال الحليب والقهوه وداكشي دايرين الطبيصلات المهم المغاربه الزلايف تاع المغارب دايرين معالق دايرين فرشيطات دايرين بغيتي ديري شي سوب ولا تقلي شي حاجه الموس المقص بغيتي تحلي شي كانيطه ولا هادي باش تحطيها على السخونيه هنا باش تقطعي الخضره حيت قلت لكم هنا كيجيو غير بحال كومبينغ تجيو ديرو كومبينغ ولكن في المنزل في الديور هنا فين طيبي الراميون ولا طيبي شي حاجه كذلك هنا بغيتي طيبي شي كميله مغربيه ديالك شوفوا شنو كاين هنا عاوتاني انا ما كاين والو
ما كاين والو صافي بقات هادي اله البنات كيستعملوها بزاف في كوريا. هادي الاله ديال الرز، كطيب الرز باش هنا كتعبري الرز شحال بغيتي من شحال بغيتي كطيبيه، ولكن هادي لاحظت بان في الخارج كيقدروا يطيبوا فيها حتى الدغميره بحال هكا، تقدروا تطيبوا فيها حتى الطاجين، ولكن عمرني طيبت فيها الطاجين. وصافي هادي خلاص، هادي باش نديروا الماء سخون طيبوا المياه سخينه. جايبين معنا هذا الراميون، المهم كان هذا هو الاخر ديال الفيديو، كنتمنى بان فيديو اليوم يعجبكم، وان شاء الله نشوفكم في الفيديو القادم. تهلاو ليا في راسكم بزاف، كنبغيكم بزاف بزاف بزاف. يلا احلام سعيده ومع السلامه.